عرفت لما سوريا الكبرى، بعدين رجع على لبنان وعيش بمصر على فكره، وماما عاشت بمصر معه كمان بعدين، وتجوز بمصر على فكره باسكندريه. إيه يعني احنا عرفوا بعض هنا باباك ومامتك؟ ايه، لانه هي كمان اهلها اجوا عايشوا هون واهله له اجوا عايشوا هون. فانا كل حياتي كان حلمي على العالمية، انه انا بدي اروح لبرا، انا بدي اروح على هوليوود، انا بدي اظهر لبرا. ولما ظهرت لبرا اجتني الفرصه بالصدفه انه انا ارجع على مصر. انا ما خططتها، وبحياتي ما خططت شيء عن جد. يعني حتى هالتاتو عملته كان عمري 20 سنة، هيدا مفتاح الحياة. صح، وانا عندي حلقة بلبسها مفتاح الحياة. حتى لما عملتها ولا واحد من اهلي قال لي انه نحن عشنا بمصر، نحن جوزنا بمصر، نحن عنا عائلة بمصر. انا لقيت حالي جاي على مصر، وبعد ما جيت وصورت وحققت نجاح قالوا لي بتعرفي على فكره نسيت اقول لك، ده ما افتكرته يعني. ازاي؟ ازاي؟